محيط الرعب سجلها سكري. على ملعب جامعة الملك سعود، الهلال يستضيف التعاون من جديد بعد أيام على نكسة الخماسية في نصف نهائي كأس الملك، هذه المرة بحثا عن صدارة الدوري السعودي. الظهور الأول للبرازيلي شاموسكا مع الفريق الأزرق، بينما بيدرو مانويل هادئ على ذكرى الانتصار السابق. الدقيقة 11، تمريرة جيوفينكو تضع غوميز أمام البرازيلي كاسيو. الأخير لم ينجح في التصدي لكرة المهاجم الفرنسي بشكل كامل، ومتعب المفرج يبعد الكرة قبل أن تدخل الشباك. الهلال جاد للفوز، الإيطالي جوفينكو يسدد من خارج الجزاء، كاسيو يتصدى للكرة ويبعدها إلى ركنية. هذه المحاولات يبدو أنها ستثمر عن هدف، وهو ما حصل. الفرنسي غوميز يسجل الهدف الهلالي الأول، إلا أن راية الحكم المساعد ألغته بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين دون أهداف. مع بداية الثاني، عبد اللطيف يعود بعد غياب طويل للإصابة. خطأ للهلال ينفذه جوفينكو، رأسية غوميز بين يدي البرازيلي كاسيو. شاموسكا قلق من ضياع الفرص على الهلال، وهذا ما حدث. الكاميروني توامبا ينفرد بالحارس الهلالي عبد الله المعيوف، يسدد ويسجل الهدف الأول للتعاون، هدفه 20 في الدوري. الهلال يبحث عن التعادل، عرضية إدواردو على قدم غوميز يطيح بالكرة إلى خارج الملعب برعونة وسط حسرة هلالية كبيرة. التعاون يضغط على الهلال، يرتبك البرازيلي بوتيا في إبعاد كرة خطيرة تصل إلى توامبا، يسدد والمعيوف يتصدى، تصل إلى هيلدون يودعها الشباك، الهدف التعاوني الثاني في اللقاء والسابع في المرمى الأزرق خلال أسبوع. غوميز يحاول تقليص الفارق، إلا أن كاسيو تصدى لكرته ببراعة مبقيا شباكه نظيفة وسط حسرة الفداف الفرنسي. الوجوم يغلف وجوه الهلاليين، والتعاونيون يحتفلون بانتصار قد اقترب، والبرازيلي كاسيو يواصل تألقه في الحفاظ على مرماه من أمام محاولات الهلاليين المتكررة. محاولات الهلاليين استمرت حتى الدقيقة الأخيرة، لكنها لم تغير النتيجة، لينتهي اللقاء بانتصار تعاوني رفع رصيده إلى 52 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند 63 نقطة في المركز الثاني خلف النصر بنقطة واحدة، وقبل جولتين على نهاية الموسم. محمد القناص، العربية.